يحتفل الأردنيون بعيد الجلوس الملكي 22 تاريخ اعتلاء الملك عبد الله الثاني الحكم في عام 1999 لتستمر مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة وتعزيز منجزاتها وإعلاء صروح الوطن وصون مقدراته. احتفال الأردنيين هذا العام يتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، حيث تمضي عمان في إجراءات الإصلاح الشامل والبناء والتقدم التي انتهجها الملك عبد الله الثاني. وكرس الأردن جهوده خلال العقدين الماضيين نحو ترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة وإرساء أسس العلاقات المتينة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة ودعم جهود السلام الدولية. ويواجه الأردن العديد من التحديات التي كان آخرها الكشف عن محاولة الانقلاب الفاشلة على حكم العاهل الأردني، فضلاً عن استغلال المعارضة للأوضاع الاقتصادية من أجل توجيه انتقادات حادة لأداء الحكومة، محاولات قال العاهل الأردني أنها كانت تستهدف إضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الأردن يسير نحو الإصلاح على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية بهدف مصلحة الأردن، كما شدد على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد باعتبارها عملية متكاملة أساسها سيادة القانون. وتعمل الحكومة الأردنية على زيادة فرص العمل وتطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، فضلاً عن تعزيز جهود المساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي المطلوب وتجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا. وفي يوم الجلوس الملكي 22 يسعى الأردن أن يحافظ على مكانته الإقليمية والدولية والعمل نحو المستقبل الأفضل رغم ما يحيط به من أزمات وما يواجهه من تحديات، مستعيناً على ذلك بوحدة الشعب وحكمة القيادة.